البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العناوين. الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا للترسنة. الفريق الأول يواجه الشواكيش في غياب 20 لاعب. كارتيرون ننافس على 4 بطولات وأغلقنا صفحة الاتحاد. علي معلول في تونس للخضوع للفحص الطبي مع منتخب بلاده. الجماهير تدعم صلاح في سباق الفوز بالكرة الذهبية. استبعاد أحمد علي من صفوف المنتخب. إنجازات جديدة للاعب سكواش الأهلي.